السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثاني الابتدائي مع شرح الوحدة الخامسة ومعلومات جديدة عن ماي روتين وماي داي. إن شاء الله تستفيدوا معايا، خليكم معايا. هنقرأ مع بعض الكلمات اللي جات في الدرس الأول. breakfast 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 وجبة الإفطار. drink drink يشرب. milk لبن. milk لبن. get up get up get up يستيقظ. eat eat يأكل. play play يلعب. table table منضدة. go home go home يعود للمنزل. clock clock ساعة حائط. صفحة تانية. have tea friends 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 أصدقاء. enjoy enjoy school day school day bread bread sleep sleep lunch lunch o'clock o'clock grandfather grandfather. تعالوا مع بعض نتعلم ازاي نسأل عن الوقت. what time is it what time is it what time يعني الساعة دلوقتي كام. it's مش هنا كنا بنقول is it، هنعكسها تبقى it's. it's 8 o'clock يعني الثامنة بالضبط. العقرب هنا الهند الصغير ده بتاع الاورز بتاع الساعات، والهند الطويل ده بتاع المينتس بتاع الدقائق. ده هنا عند ال 8 بالضبط، وهنا ده عند ال 12 بالضبط. يبقى لما الهند بتاع المينتس يكون واقف عند ال 12 يبقى دي o'clock يعني ساعة بالضبط. what time is it كم الساعة. what time is it كم الساعة. it is 4:30 4:30 يعني 30 دقيقة، و 4 4 34 دقيقة يعني 4:30. ليه؟ لأن الساعة كلها على بعضها 60 دقيقة، يبقى النص بتاع ال 60 30 30 يبقى 4:30 الساعة الرابعة والنصف. الصفحة الثانية حبايبي بيشرح لنا انه لما اسأل عن الساعة ممكن اجاوب بطريقتين. يعني لما اقول what time is it ارد بالطريقة الاولانية لما تكون الساعة بالضبط، اقول it is مثلا 6 او 4 او 11 o'clock يعني هي الساعة 5 او 6 او 7 بالضبط. انما it is واجيب هنا رقم الساعة وبعد كده الدقايق، يعني اقول مثلا it is 1:30 زي ما هنا مبين كده الساعة 1:30. فالنص هنا 30 دقيقة، فانا هقول الاورز الاول الساعة وبعد كده المينتس. طيب احنا يا حبايبي ايه فايدة ان احنا نقول الوقت؟ ان احنا لما نيجي نعبر عن الروتين اليومي، الحاجة اللي بعملها كل يوم في نفس الوقت ده، يعني مثلا انا كل يوم بروح الساعة 7 المدرسة، فانا ده بالنسبة لي اصبح روتين يومي. طيب يعني مثلا ما اقول I, you, we, they، we هنا plural noun او اي اسم جمع. الناس دي كلها كل الضمائر دي يجي بعدها فعل في الانفينيتيف، يعني فعل في المصدر من غير اضافات. بقول we eat bread at 7 o'clock يعني احنا بناكل خبز الساعة 7 in the morning، معنى ان دي عادة يومية عندنا بناكل خبز الساعة 7 في الصباح. لو انا هتكلم عن نفسي اقول I drink tea with milk، انا بحب الايه او بشرب الشاي مع اللبن. انما حبايبي مع الضمائر اللي هي هي شي ايت او اي اسم سينجولر مفرد، هجيب الفعل اخره اس او اي اس او اي اي اس. المهم ان الجروب المجموعة دي بتحب الفعل اللي اخره اس. يعني مثلا انا هتكلم على هاني، مش هاني ده اسم ولد يعني هي،
برافو. بعد هاني هجيب فعل اخره ايه؟ اخره اس. هاني gets up at 7 in the morning، يعني هاني بيصحى الساعة 7 في الصباح. بتكلم عن البنت دي اللي هي she goes to sleep at 9:30، بتروح تنام الساعة 9:30. يبقى كلمة goes هنا كلمة go، وانا حطيت لها es في الاخر. طب ليه ما حطناش اس فقط زي الكلمة اللي فوق؟ لان دي اخرها او. في بعض الملاحظات يا جماعة عندنا قبل الساعة بجيب ات، يعني مثلا هقول she eats lunch at 2:30، هي بتتغدى الساعة 2:30. كمان فترات اليوم بجيب قبلها حرف الجر in، يعني هقول in the morning، in the afternoon، in the evening، يعني في الصباح، بعد الظهيرة، in the evening في المساء. هناخد مثال بيقول we go home at 3 o'clock، احنا بنروح البيت الساعة كام؟ 3. امتى؟ in the afternoon، بعد الظهر. هنا البنت دي بتعمل ايه؟ play tennis، play tennis، بتلعب تنس. بيتفرج على التلفزيون watch، watch يشاهد. happy سعيد. today اليوم، hello اهلا. after بعد. arrive يصل. on time في الميعاد المحدد. who من، هنا ال w silent مش هنطق. هنسأل بقى مش انا بصحى الساعة كام او الساعة كام دلوقتي، لا هنسأل فلان بيوصل الساعة كام. يعني مثلا هنا هقول what time does Amira arrive، ايه الوقت اللي بتوصل فيه أميرة؟ فهنقول at 5:30. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، انه انا علشان اجيب at قبل الساعة لازم يكون بقول في الساعة الخامسة، يعني بيسألني عن حاجة بتحصل. يعني هنا مثلا بيقول هي أميرة هتوصل امتى، يبقى معاد الوصول 5:30. انما لما اسأل على الساعة مش هحط ات، هقول مثلا it is 7، it is 30، it is 7:30 مثلا. طيب تعالوا نشوف في الاقتراح، لو احنا هنقترح على حد ان احنا نعمل حاجة هنقول ايه. عندنا هنا في كلمة اسمها let's، let's دي يعني يلا بينا، هي اختصار ل let us يعني دعنا. اوكي بيجي على طول وراها الانفينيتيف، برضو بيجي بعدها المصدر. زي مثلا لما نيجي نقول let's play tennis، يلا نلعب تنس، او let's watch the movie، يلا نتفرج على فيلم. تعالوا مع بعض نقرا الحكايه دي نشوف فيها ايه. هاني اند اي بلاي تنس، انا وهاني بنلعب تنس. today at 3 o'clock، النهارده الساعه 3. I go home at 4 o'clock، انا هروح البيت الساعه 4. دلوقتي بقى صاحبي هيقول hello يوسف let's play tennis، يلا يوسف نلعب تنس. نبص كده بيسألنا بيقول is يوسف happy why or why not، المفروض ان احنا هنروح نلعب تنس الساعة كام؟ at 3 o'clock، صح كده؟ طيب يوسف بقى هنا جي وصل الساعة كام يا حبايبي؟ متأخر اهو، وصل الساعة 3:10. so هاني فضل يعيني واقف في الشارع مستني. مفروض لما ندي معاد لحد نعمل ايه؟ نوصل في الوقت المظبوط، يعني on time. هنا أميرة and I watch a movie at 6:30، انا وأميرة هنشوف فيلم الساعة 6:30. hello هنا let's watch the movie، يبقى هنا هنا بتقول انا وأميرة صاحبتي هنتفرج على فيلم 6:30. فعلا وصلت هنا في الميعاد، وصلت أميرة في الميعاد وقالت لها اهلا يا هنا يلا نتفرج. هنا بيسألنا is هنا happy or
happy or sad. هي هنا فرحانة ولا زعلانة؟ طبعا هي فرحانة لأن صاحبتها وصلت في الميعاد. تعالوا نشوف هنا هنختار ايه. 3 o'clock الساعة 3 بالظبط، انهي واحدة في دول؟ برافو، لما الهند الصغير يبقى عند 3 والكبير عند 12. watch يشاهد، فين يشاهد؟ ايوة البنت دي قاعدة بتتفرج على التلفزيون. play tennis يلعب تنس، فين؟ اللي فيها مضرب وكورة صغيرة، اهي هي الصورة دي. تعالوا نختار انهي جملة بتعبر عن الصورة. حنان and I play tennis at 4 o'clock. حنان and I play tennis at 6 o'clock. الساعة هنا عند 4 ولا عند 6؟ عند 4. برافو، يبقى هنا الجملة دي اللي هنعمل قدامها صح. let's play tennis ولا let's watch a movie. برافو، وبيعمل ايه هنا؟ watch، يبقى هنيجي هنا ونعمل صح. it is 1 o'clock ولا it is 1:30. هي هنا في الحالتين عند الساعة 1، ولكن احنا اتفقنا لما الهند الطويل يكون عند 12 عند 12 يبقى كده الساعة بالظبط، فهنا الساعة 1 بالظبط. بعد كده هناخد في الاكسرسايز التاني، عندنا كلمات هنكمل بيها الجمل اللي عندنا. I play not today. يا ترى معايا مضرب وكورة، يبقى هو بيعمل ايه؟ play tennis. very good، يبقى ناخد كلمة تنس نحطها في الفراغ الاول. بعد كده يوسف، هي ترى بتقول ايه؟ بتقول هلو، هلو يوسف، اهلا يا يوسف. let's يلا بينا نلعب تنس، let's play tennis. اللي خلاني اختارها عشان جاي بعدها مصدر يعني فعل بدون اضافات. I not home at 4 o'clock يعني I go home، انا اذهب للبيت الساعة 4. الصفحة اللي بعدها فيها فونكس، ازاي ننطق البي ال والسي ال. please مفيش فرق صوتي هنا خالص، انطقهم كأن هما صوت واحد. please plane classroom classroom cloudy cloudy. اتفقنا لما سي يكون بعدها اي او اي او واي هنطقها ساوند. بعد كده عندنا برضو الصوت بتاع الك في مدرسة سكول. كلمة مدرسة يعني ايه؟ سكول. عندي هنا حرف السي هنطقه كاف والاتش سايلنت. كول كلاب، هنا برضو السي مفيش بعدها ولا اي ولا اي ولا واي هنطقها ك ساوند. بوكس كتب. بوكس سكول كلاب books school club books. open close sit down. هنبص مع بعض هنا حبايبي، لما بنيجي ندي تعليمات او اوامر بستعمل المصدر ازاي؟ زي كلمة sit down، ده امر اهو، يبقى هنحط ايه في الاول؟ فعل بدون اضافات، لان احنا اتفقنا ان المصدر يعني ايه؟ فعل بدون اي اضافات، ما بيبقاش في اخر ولا اس ولا اي ان جي ولا اي دي. open your book، افتح كتابك. stand in line، اقف في الطابور. close your book، اقفل الكتاب. clap for your friends، صفق لاصدقاء. look at me، انظر الي. تعال نشوف دلوقتي فين الصور اللي بتعبر عن الجمل دي. open your book، ها فين؟ برافو الصورة دي. close your book، اقفل كتابك، اهي الصورة دي. stand in line، اقف في طابور، اهي. clap for your friends، سقف لي اصدقائك. الصفحة اللي بعدها عندنا هنا look and circle the right picture. school، فين الصورة هنا اللي فيها school؟ برافو الصورة دي. sit down، اجلس، الصورة دي. green، اخضر، انهي هنا لون؟ لونه اخضر. برافو اللي في النص. هنا هنكمل حرف الناقص مع بعض. supply the missing letter، عندنا كلمة open،
open الحرف اللي ناقص حرف ال e close حرف ال o sit i red e green e blue u clap حرف ال e book كتاب حرف ال o اللي ناقص. الصفحة اللي بعدها فيها معلومات عن بعض الكواكب. الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية يعني ايه كوكب يا حبايبي؟ يعني مكان احنا بنعيش احنا موجودين في الفضاء على كوكب الارض، عايشين على كوكب الارض. طيب في حوالينا حاجات تاني ولا العالم بتاعنا موجود في الارض بس؟ لا، في كواكب تاني. لو بصينا كده هنلاقي هنا ان رقم 3 هي دي Earth. Earth ده كوكب الارض اللي احنا بنعيش عليه. طيب بعد كده هنلاقي في حوالينا كواكب تانية، تعالوا نقولهم مع بعضينا. في عندنا هنا ايه؟ Venus الزهر، Mars المريخ، Uranus اللي هو Uranus، Neptune Jupiter، Mercury Earth Saturn. الكواكب دي حبايبي موجودة فين؟ موجودة في المجموعة الشمسية، كلها بتدور حوالين الشمس. فمثلا رقم 1 أقرب واحد للشمس اللي هو Mercury، Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune. هنا تعالوا نشوف ايه الموضوع ده. Jupiter is a big planet. نبص كده على كوكب المشتري هنلاقيه انه كوكب كبير. Mercury is a small. نبص كده على كوكب عطارد هنلاقيه صغير. Mars is red. كوكب المريخ لونه احمر. Earth نبص على الارض كده is blue and green. Blue لون المية وgreen لون الزرع. Mercury is near. مين قريب للأرض؟ Mercury عطارد. Neptune is far. مين اللي بعيد عن الأرض؟ كوكب Neptune. هنا كلمة near قريب، far بعيد، big كبير، small صغير. نقول القطعة دي تاني. Jupiter is a big planet. Jupiter اللي هو كوكب ايه؟ المشتري ده بنقول عليه كوكب كبير. Mercury is small. مين الصغير؟ عطارد. Mars is red. Mars لونه أحمر. Earth is blue and green. الأرض لونها blue أزرق and green أخضر. Mercury is near. عطارد يكون قريب. Neptune is far. نبتون يكون بعيد. عندنا هنا كلمة big planet. مفيش حاجة يا جماعة اسمها planet big. الصفة بتأتي قبل الاسم، يعني planet ده اسم وbig كبير الحجم، يبقى الصفة هتيجي قبل ايه؟ قبل الاسم. اقول big planet، يبقى اما اجي اوصف حاجة اوصف كلمة اوصف اسم هنحط الصفة قبلها مش بعدها. Mars is red. طب انا هنا حطيت اللون بعد الاسم ليه؟ عشان في verb to be في النص، يبقى Mars is red. يبقى على طول الصفة تبقى قبل الاسم، ولكن لو كان في verb to be في الجملة يبقى نحط ايه؟ الصفة بعد verb to be. تعالوا نوصل. بيقولك هنا ايه؟ Mercury is small. Mercury is small. صغير. فين هنا صغير؟ Very good. Mars is red. فين الكوكب الأحمر؟ Good. Earth is blue. الأرض لونها أزرق. Jupiter is big. كوكب مشتري هو الكبير. تعالوا مع بعض نحل امتحان بسيط. هنا هنوصل eat يعني يأكل، ها هنوصلها بالصورة دي. برافو. Sleep ينام أهي. Plane طائرة. Clap يصفق. Open يفتح. Play يعني play يلعب. Bravo. Drink يشرب.
بلين يعني ايه بلين؟ طائرة. بلاي الحرف ناقص هنا اي. بلاي يلعب. جيت اب يستيقظ. كلوك ساعة. الحرف اللي ناقص هنا او. الحرف اللي ناقص هنا اي. في بلاي حرف ناقص اي. الحرف برضو في بلين اللي ناقص اي. تعالوا نرتب مع بعض. تعالوا نرتب كلمة هوم. H O M E. T شاي. T E A. كوت معطف. C O A T. هناخد كلمة من هنا ونحطها في الفراغات. He goes not at 2 o'clock. He goes home. يعود للمنزل. برافو. This is a table. شايفين كلمة table دي؟ هننزلها هنا. She eats not at 4:30. بت ايه؟ تتناول الغداء الساعة 4:30. It's 8 o'clock. يعني الساعة 8. بكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم فاطمة البنا.